اللي يتكلم بالباطل بكلام وحش ربنا يجي عليه. بسفر الأمثال يقول إيه في أمثال 10: حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يصرع. خلي بالكم يا أحبائي من كلمة غبي الشفتين، يعني آسف، يعني واحد غبي والغباء بتاعه بيطلع في الكلام. فالكتاب المقدس وصفه بكلمة غبي الشفتين، يسرع. يسرع يعني هيقع، يتعور. يقول: من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا، وقال تاني: والغبي الشفتين يسرع. في الترجمة الإنجليزي جاية بريتنج فول والفول، بمعنى الثرثار بكلام باطل يسرع، يعني اللي بيتكلم كتير قوي كلام وحش هيقع ويسرع، وغبي الشفتين يسرع. نرى أحبائي في سفر أرميا النبي يقول: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لتخلصي، إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة؟ لغاية إمتى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة اللي بتطلع كلام باطل؟ فكل كلمة بطالة سوف يعطي الناس عنها حسابا يوم الدين. في سفر حزقيال النبي يقول إيه في حزقيال 13: لذلك هكذا قال السيد الرب: لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كذبا، فلذلك ها أنا عليكم، يقول السيد الرب. اللي يتكلم بالباطل بكلام وحش ربنا يجي عليه. لذلك هكذا قال السيد الرب: لأنكم تكلمتم بالباطل ورأيتم كذبا، فلذلك ها أنا عليكم، يقول السيد الرب. نقرأ أحبائي في سفر هوشع النبي في هوشع 10: يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحقل. العلقم لما يطلع في الحصاد بتاع الحقل يأكله. فقال: يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحقل. إذن اللي يتكلم كلام باطل ربنا يجي عليه، زي ما ورد في حزقيال 13. واللي يتكلم بكلام باطل يقول: يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، فيقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحقل. معلمنا القديس بولس الرسول بقى يقول في رسالته لأهل أفسس: لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. محدش يغركم بكلام باطل بكلام وحش، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. فلا تكونوا شركاءهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. لا يغركم أحد بكلام باطل، محدش يغرك ويجرك بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. خلي بالكم يا أحبائي في سفر حزقيال ربنا قال اللي هيتكلم بكلام باطل هاجي عليه، وفي سفر هوشع اللي يقسموا بأقسام باطلة قضاء عليهم ينبت كالعلقم في أتلام الحقل. ومعلمنا القديس بولس الرسول قال: لا يغركم أحد بكلام باطل بكلام وحش وتنزلقوا معاه، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية.